مادام كاين الغاشي كاين تبدا بشوي. هذا واش راح نقول خويا؟ بصح الشعب اخويا واحد باه نقول له ودي زوز، يجيني مواطن نقول له هاك دي زوز، يقول لك لا اعطيني اخويا اربعه سته. راك فاهمني يا اخويا؟ هذا واش راح نقول لك؟ الكاميونه يجيب لنا كل يعطينا طرف طرف طرف. كاين بعض المواطنين والله يتنقلوا لجميع احياء قالما من اجل اقتناء يعني صاشيه واحده تاع حليب، هذا عيب كبير. كاع زوج لاج دو 60 طون تلقاها مسكينه بالعكاز تقول لك يا ولدي وين نلقى الحليب. من البارح قعدنا للسته المغرب دنا علينا لهنا وحنا نستناو لا احنا روحنا على السته المغرب دنا علينا، جيت الحانوت هذا تهبط لتحت ما لقيناش. والله استنينا دوك يجي الكاميون دوك تجي، استنينا استنينا من ما كانش رحنا روحنا. الصباح زدنا جينا رحت تغديت ورجعت قال لي دوك يجي الحليب هاني نستنى. ديت اليقظه درنا اندارات كذلك لهاد الموزعين اللي قبل اتخاذ الاجراءات القانونيه، وبالتالي ستتخذ ضدهم الاجراءات القانونيه لانه الكميه خلال ثلاث ايام لم تصل المواطن. نطمئن المواطن اليوم عندنا الاعوان مجندين كامل في ملف الحليب. يعني قلت لك كاين ناس على مستوى متواجده على مستوى المنتجين، عندنا فرق ست اعوان متواجده على مستوى المنتجين، عندنا فرق على مستوى السوق الداخليه، دونك كل الفرق وجهناها اليوم لملف الحليب.